السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في قناتكم قناة خبير سكور ماتش في هذه المقابلة التي تجمع بين لاعبين وصلوا كلاهما إلى 100 ميدالية ذهبية، كلا اللاعبين 100 ميدالية ذهبية، الخبير ضد الأخ ماركو الجزائري. احتفلنا مع فهد بالميدالية الذهبية وقررنا نقوم بمقابلة ودية أخوية نحتفل بها بميدالية ذهبية. لو تلاحظوا كل اللاعبين عندهم 100 ميدالية ذهبية، صدفة غريبة ونادرة جدا. الكرة عند الخبير ينطلق على الجهة اليسرى في بحث عن الجهة، طبعا ينطلق البروتكتور يلعب بخطته المعتادة، يفضل التمرير للبيلدوزر، راح يسدد البيلدوزر في القائم الأول أظن، في القائم الثاني بابا يصدها الحارس وتعود إلى البروتكتور المدافع. كانت ممكن جدا تكون هدف نادر ما يصد الحراس كرات مثل هذه. الكرة عند الأخ راح يمررها مباشرة في العمق ناحية الجت، يلعب تقريبا بنفس خط الهجوم اللي يلعب به أنا الجت وبيلدوزر. جد هو صبري اللاعب الطائر. الكرة عند الجارد في صناعة الهجمة من الخلف ناحية البروتكتور طارق العزيزي، يمررها ناحية الكوموندو مباشرة، الكوموندو يعيدها من أول لمسة ناحية البروتكتور في الجهة اليسرى. طارق العزيزي دائما عندها الكرة في البحث عن الجات، الجات مطلبهاش في محاولة الاستحواذ، تمريرة ناحية الكوموندو مقطوعة منه بذكاء، قراءة لعب جيدة وتعود إليه الكرة بعد ما تحصلت على مخالفة، تمريرة في العمق ناحية الجات يوصل عليها وراح يعيدها مباشرة ناحية البروتكتور في محاولة التوزيع للبيلدوزر. توزيع يا روضها البلدوزر، لو سددها بالراس لكانت ممكن جدا تكون اول اهداف المباراة. تعود الكرة دائما ناحية الاخ ماركو المتألق صاحب 100 ميدالية ذهبية الجزائري. الكرة عنده ناحية الجات من أول لمسة، لما تشوف الجات يمرر بالأول لمسة عرف بأن هذا اللاعب محترف ويحسن جيدا استعمال اللاعبين في وسط في الميدان. الكرة دائما عنده ناحية المصوب البارع في الجهة اليسرى، في تمريرة أظن في العمق ناحية الجات وفعلا راحت الجات لكنها مقطوعة من طرف الإكسبلوراتور وتعود كرة إليها ناحية المصوب البارع تصطدم بالجدار. بابا كرة خطيرة جدا مقطوعة الآن، يعود الكرة إلى الخلف من أجل محاولة توزيع للبيلدوزر، يمررها في الجهة المخالفة الجهة اليسرى من الميدان. الكرة الآن جات تطلبها ممكن جدا تحصل على مخالفة، يفضل يغير مباشرة الاتجاه بذكاء فعلا يوصلها للكوموندو. جات متسلل كنت غير محظوظ في هذه الكرة، لكن الكرة تعود إلى الهامر يعيد الكرة إلى الجهة اليسرى وتصطدم يعيد الكرة وتعود إلى التماس لصالحي. الكرة ناحية الإكسبلوراتور يفعل يمررها البروتكتور، الاكسبلوراتور مباشرة ناحية الكوموندو الآن ضروري أنه يمرر إلى الجارد في وسط الميدان. الجارد لاعب ممتاز في وسط الميدان، يمرر من أول لمسة ويمرر دائما ناحية الأطراف، يعني يساعد كثير في الاستحواذ. ناحية الكوموندو البيلدوزر بعيد جدا، تغير الاتجاه مباشرة ناحية البروتكتور في القائمة في الجهة اليسرى. البيلدوزر ضروري يتمرر له صعب أنه يروض هذه الكرة، يعني مقطوعة منه. هنا كل النوافذ كانت مغلقة، الكرة عند المارك شمان المصوب البارع ناحية الكوموندو في محاولة التمرير ناحية البيلدوزر راح بها للأمام، راح بها وكل النوافذ مغلقة على الجات. لو يعني أخرجت لاعبين كان ممكن جدا تكون يعني لقطة خطيرة، لكني فضلت أتريت من أجل يعني غلق المساحة على الجات، لأني أعلم أنه البيلدوزر راح يصعب عليه التسديد من بعيد من تلك المنطقة وراح يفضل التمرير. الكرة عندي الآن ناحية البيلدوزر يعيدها مباشرة ناحية الخلف انتظار صعود مهاجمين. الفواجر من أول لبسة ناحية الكوموندو يمررها مباشرة ناحية البروتكتور طارق العزيزي في الجهة اليسرى، في تمرير ناحية الجات وطلبها الجات. هاي الكرة بعيدة وتوقف الجات. كرة مقطوعة أخرى وضايعة، بقي أقل من 30 ثانية على نهاية المقابلة، 25 ثانية. الكرة عندي عند المصوب البارع ممكن يحصل على مخالفة، يفضل ترك مدى الأفضلية. تمريرة ناحية من في وسط الميدان ناحية الكوموندو يعيد الكرة، أي تمريرة خاطئة يقطعها منك الجات ناحية البروتكتور. الجات بعيد، يفضل تمرير ناحية الكوموندو. با. وصل عليها الكوموندو، كان متأخر اللاعب اللي مررت له الكرة، وهي كرة مقطوعة مرة أخرى يحصل عليها الخبير وتعود إلى الجات. كنت غير محظوظ في هذه الكرة، هي هجمة مرتدة وما فيش لاعب سرعة في الهجوم، ضروري تمرر للبيلدوزر وفعلا مقطوعة منك. هاي هجمة مرتدة بقيت 8 ثواني، هو الجات طلبها في العمق، لو توصل وراح الجات تروضها بطريقة خاطئة.
الكرة كانت مرفوعة شوي، لو كانت يعني كرة أرضية كان راح يرودها بطريقة سليمة وكانت راح تكون هدف كرة هدف. هاي هجمة مرتدة حمرة اللي جات الآن فعلا جات راح خرج الحارس بابا. لحسن حظي مرت سلامات وحنا لعب المقابلة الثانية بعد ما لعبنا ضربة الجزاء ذنب وصلت المقابلة الثانية يأخذ فيها ضربة الانطلاق الأخمار كو الجزائر المتألق سحب 100 ميدالية ذهبية. الكرة دائما عنده طريق الكوماندو يغير مباشرة الاتجاه ناحية يحاول يلعب على الجات، هو أيضا الجات مطلبش الكرة يعني أنا في أمل لحد الآن ناحية الكوماندو حمرها ناحية البيلدوزر شوية متخلف البيلدوزر مقطوعة منه صعب أنك تمر هاو الجات هاو الجات هاي الكرات اللي نحبدها لو ما يكونش متسلل هاو الجات هاو الجات يفضل تمرير للبيلدوزر باعتبار أنه الجات كان نوعا ما متسلل تمر ناحية الكوموندو مقطوعة منه صعب أنك تمرر في مثل هذه الكرات. أحمرها مباشرة ناحية الهامر في وسط الميدان ناحية من ناحية البروتكتور البروتكتور راح يمرر ها لمن هذه الكرة يا ما تقرأ نتي جدا عندي غير اتجاه مباشرة ناحية البروتكتور يمرها ناحية الكوموندو يرودها طريقة خاطئة والكرة مقطوعة تعود إليه صعب أنك تمرر تصطدم بالمدافع أو بالبروتكتور طارق العزيز يفرط إليه تمرر ناحية الجارد. الآن البحث عن هجمة مرتدة لم يسعى كثير الهجوم يعني حتكون عندك مبدأ أفضلية في عمل هجمة مرتدة جميلة تمرر ناحية البيلدوزر بذكاء أحمرها للجات بذكاء البيلدوزر من أول لمسة راح جات راح صبري راح جات وجهه لوجهه أمام الحارس صعب أنك في القائمة الأول مجل البحث عن ركنية وفعلا يصدها الحارس وحصل على ركنية مباشرة في القائمة الثانية ناحية الكوماندو يصعد يأخذها فعلا تمريرة ناحية الجارد والجارد من أول لمسة يضحى في القائمة الأول با 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 أول أهداف المقابلة بقي دقيقة وعشرين دقيقة وثلاثين ثانية يعني بقي أكثر لعبنا ربع المقابلة وباقي يعني ثلث أربع الآخر. الكرة دائما عند الأخ ماركو في الجهة اليسرى عن طريق المركش ما نقول فيه حد دائما عن تمرير اللي جات يلعب تقريبا بنفس طريقة لعبي الكرة عنده ناحية الإكسبلوراتور مباشرة ناحية الكوموندو مرة ناحية البروتكتور في الجهة اليمنى البروتكتور صعب أنك تمرر للبيلدوزر هنا فعلا يرفعها ناحية البيلدوزر يستقبلها بطريقة سيئة صعب أنك تضحى في القائمة الثانية صعب ما كانش قوة للتسديد لو صعد البيلدوزر بطريقة صحيحة كاد راح تكون كرة هدف لكن ما فيش قوة من أجل وضعها في الزاوية البعيدة عن الحارس. هاي الكرة ناحية طارق العزيزي بمقصية هاو الجات وحده هاي الكرات اللي نحبها وراح جاتنا أمام الحارس يصعد الجات صعب أنك تسجل هنا ممكن يفضل يعمل لوب بعد ما ضغط على البيلدوزر وفعلا لوب رائع عارضة والهدف الثاني 2-0 لصالح الخابر أمام الأخمار وتبادل تحية. قلت أن هذه المقابلة كانت ضد لاعبين كلاهما يمتلكان 100 ميدالية ذهبية قررنا نعمل هذه المقابلة أخوية استعراضية فاز فيها الخبير ب 2-0 في إجمالي المقابلتين بعد ما تعادلت في المقابلة الأولى وفزت في المقابلة الثانية. تحية للأخ ماركو ولكل متتبعينا أتمنى أن تشرفونا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديوهات التي أعجبتكم فيه فيديوهات قوية إن شاء الله في القادم أقواها يعني كيفية استخدام الجت في الهجوم المنص وشرح بعض الخطط القوية. في النهاية كان معكم أخوكم الهادي من قناتكم قناة خبير سكور ماتش سلام.